نبدأ كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار اللي معانا. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى بالأمس اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشهد الاتصال التأكيد على محورية العلاقات المصرية الفرنسية وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات. كمان من ضمن الأخبار اللي حصلت بالأمس، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ترأس اجتماع المجلس القومي للسكان. خلال الاجتماع شدد رئيس الوزراء على أهمية الإشارة في المناهج التعليمية لأهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن في معدلات الإنجاب. تفاصيل هذه الأخبار وأخبار تانية هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شهد الاتصال تأكيد محورية العلاقات المصرية الفرنسية وتطلع الرئيسين لمواصلة العمل المشترك لتعزيز أوجه التعاون الثنائي في شتى المجالات خاصة اقتصادياً، وده في ظل انخراط عدد كبير من الشركات والمؤسسات الفرنسية في عملية التنمية اللي بتشهدها مصر على مدار السنوات الماضية، فضلاً عن دور الشراكة المصرية الفرنسية في دعم الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط. امبارح تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من الرئيس التشيكي بيتر بافل، تضمن تأكيد حرص البلدين على تطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة استنادا للعلاقات الوطيدة اللي بتجمع بينهم والفرص المتاحة لتحقيق نقلة نوعية في العلاقات، خاصة مجالات العمل الاقتصادي والتجاري. أيضا تناول الاتصال التباحث حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، من بينها الأزمة الأوكرانية والتطورات في قطاع غزة. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وقال رئيس الوزراء في بداية الاجتماع: نحرص بشكل مستمر على متابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي للاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، مشيرا إلى أهمية ذلك المشروع اللي بتتم متابعته من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع لمتابعة توافر السلع وضبط الأسواق. كان رئيس الوزراء أكد على أهمية الدور اللي بتقوم به مختلف الجهات الرقابية في متابعة حركة الأسواق بما يسهم في ضبط أسعار مختلف السلع، وأكد ضرورة استمرار تلك الجهود إلى جانب استمرار التنسيق خلال الفترة المقبلة مع كل من الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات، سعياً للمزيد من ضبط الأسواق وخفض أسعار السلع. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع المجلس القومي للسكان، وشدد على أهمية التركيز على أن يتم تضمين المناهج التعليمية، الإشارة لأهمية تنظيم الأسرة في هذه المرحلة لحين تحقيق التوازن، كما أشار إلى أن هناك دور مهم في هذا الشأن للخطاب الديني سواء في المسجد أو الكنيسة، وأيضاً منظمات المجتمع المدني والرسائل الإعلامية بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الملف حتى تتوازن الزيادة السكانية مع ما تمتلك الدولة من موارد، موضحاً أن الكثير من الدول سعت لتحقيق ذلك ونجحت، وبعدها يمكن العودة مرة أخرى، المهم أن يتحقق التوازن المطلوب في هذه المرحلة. امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة اللورد ستيفن كارتر، الرئيس التنفيذي لمجموعة انفورما بي ال اس المتخصصة في تنفيذ وإدارة المعارض التجارية والترويج للاستثمار الأجنبي المباشر ونشر الأبحاث العلمية، وأعرب مدبولي عن تطلعه إلى التعاون مع الشركة والاستفادة من خبرتها الدولية الواسعة في مجال الترويج لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر، لا سيما في ظل ما نفذته الحكومة المصرية على مدى الأعوام الماضية من إجراءات اقتصادية وتشريعية لتهيئة بيئة أعمال تلائم القطاع الخاص. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لعودة يوم الأحد من كل أسبوع يوم عمل للموظفين بنظام الأونلاين من المنزل اعتباراً من شهر أغسطس المقبل، وأن الفيديو المتداول قديم ويعود لعام 2023. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك أنه في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة، التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية بالفريق أول تشانغ دينغ تشيو قائد القوات الجوية الصينية بمدينة بكين تلبية للدعوة المقدمة من الجانب الصيني. تضمن اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وفتح آفاق جديدة بين القوات الجوية لكلا البلدين من خلال التعاون والشراكة الاستراتيجية في العديد من المجالات على رأسها التدريب والتصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا المتقدمة.